عيال واخده بالك، والعيال برضه بتاكل معانا، عايزك تاكلي وتتغذي. ها عيشي عيشي، خد يا حبيبي. يا سيد، والنعمه دي ما مصدقه، والنعمه دي ما مصدقه ان احنا خلاص هنتجوز، وان الدبله هتتزحزح من هنا تروح الناحيه التانيه، ويبقى عندنا عيال وشقه واسعه بتاعتنا لوحدينا. ده انا اول ما بصحى الصبح ابص على الدبله اقول الحمد لله لسه ما صحتش من الحلم، وانك لسه ما سبتنيش. الله، ايه يا بنت العبط اللي انت فيه ده؟ وانا هسيبك ليه يعني؟ مش عارف، كانت في حاجه في دماغي بتقولي ان سيد ده مش بتاع جواز، وانه بيتسلى بيكي، وان اخرتك هتبقى في عبده سواق الميكروباص، وهتبقى جوازه والسلام. هو صحيح الواد كان هيموت عليا يعني؟ هيموت عليا بقى، والكلام الفارغ ده اللي ما بحبش اسمعه. مين عبده ده اللي بتشبهيه بيا يا بت؟ والنعمه يا سيد ما تزعل، عبده ده ايه ولا تستعنف جزمتك حتى، ده معفن. شقه حلوه قوي يا سيد، عارف احلى حاجه في الشقه ايه؟ البلكونه، اصلا احب امدد وانام في البلكونه. بلكونه؟ عايزه تنامي في البلكونه؟ ليه متجوز قول لنا ولا ايه؟ ما عنديش نوم في بلكونه وكلام فارغ من ده. هي لقطه على سعرها بس غاليه عينا شويتين، معلش نستلف. وبعدين انت بتشتغل وانا بشتغل ونسدد كل الديون ونستنى على عيال شويه. ولو اني هموت على عيال يا سيد، نفسي ربيهم حلو كده يبقوا شبعانين ومرتاحين وما نفسهمش في حاجه، وندخلهم مدارس لغات. اه ليه لا؟ الله، انت هنا؟ انت ايه اللي صحاك؟ ابدا، اصل عطشت. مش عايز تاكل؟ انا اتعشيت من بدري. في حاجه هنا كلها. ايه ده؟ كفته؟ اه كده مفيش مانع. ايه في ايه؟ في حاجه كده كنت عايز اسالك فيها. افرض يعني مثلا يعني انا وانت جعانين ومفيش قدامنا غير الرغيف ده، تفتكر مين فينا اللي ياكله؟ بسيطه، نقسمه. صح، نقسمه، بس ده ما ينفعش غير في الاكل بس، لكن في حاجات تانية كتير ما ينفعش فيها القسمه، لازم حد فينا يسيبها للتاني. تفتكر مين يسيبها لمين؟ يا اخي، حب لاخيك كما تحب لنفسك، والنبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام، في حديث شريف قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يا سيدي، اذا ربنا قدرك انك تتنازل بس يكون بارادتك وبدون ارغام ولا جبر من اي حد، تبقى عملت ثواب عظيم، وربنا سبحانه وتعالى سيجازيك خيرا في الدنيا وفي الاخره. حلو قوي المنظر هنا. زي فاكره ابو السيد زمان لما كنا بنيجي هنا واحنا لسه صغيرين، واحنا لسه تلامذه في الصنايع. كنت تموت في الصيد في الحته ديت، وعمرك ما اصطدت سمك، شاغلني اوانطه كده. بس كان النيل انضف من كده بكتير، وما كانش فيه الجزيره اللي في النص دي. وانت كنت عفريت يا ابو السيد. الله سيد، انا امبارح لما جيت لك السينما. خلاص سيد، اصل كنت خلاص عاطف بقى. خلاص والله سيد، ما تديني فرصه اقول لك حاجه. لا يا عم، مفيش حد هيتكلم غيري، انا اللي عايز اتكلم. موضوع الشقه ده انا فكرت فيه وقررت ان انا مش عايزها خلاص. انا عايزك تاخد الشقه ديت تتجوز فيها وتملاها لنا عيال. سيد، ده مش وقت تضحيه، احنا خلاص كبرنا، وقطر الجواز هيفوتنا. اخرس، مفيش حاجه اسمها احنا كبرنا، انت بس اللي كبرت، انا ما كبرتش. تكبر مني بتاع تعمل. يا سيد، بس انا كده ابقى مفيش كلام، انا قررت خلاص. هو بس في مشكله صغيره في الشقه دي. الشقه دي بس كبيره، 5 اوض وصاله، يعني عشان تملاها عيال عايزه مجهود كبير شويه، وانا شايفك اليومين دول بعافيه فصحتك يعني. صحتك ما تكبرهاش بقى. يا ربنا يهنيك، ربنا يهنيك يا عاطف، ما تكبرهاش بقى. ايه ده يا باشمهندس؟ دول حضرتك 5000 جنيه، قربت كلام كده بس لغايه ما لا 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 لا، انا احب اخد فلوسي كلها على بعض، وبعدين شقتي جايبه لي 30000. انت مش قلت لنا قبل كده 25؟ بس جابت اكتر. تقولي ايه؟ رزق ربنا. ربنا عايز كده، ربنا برضو اللي عاوز كده. صدقيني، والمسيح والعذراء، انا لولا الهجره لاستراليا اللي جات لي على غفله ما كنت فرطت ابدا في الشقه بالاسعار دي. وعايزه اقول لكم حاجه، خلي الموضوع ده بيننا وبين بعض،
احنا نقول لصاحب البيت ان الشقة ب25,000 وخلوا الخمسة دي لي انا بدل ما نقول له 30,000. اصله بيحب يشاركني في كل حاجة، كفاية هياخد 12.5، يعني عايز ايه اكتر من كده؟ ياكلني. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي، ابن حلال، كويس انك جيت. اتأخرت ليه يا سيد؟ اللي ما قاعد البيت دي هنا لغايه دلوقتي. والله يا ابني انا عايز اقفل المحل واروح استريح، هي قاعده مستنياك من بدري. طب انت عايز حاجه دلوقتي؟ لا يا حبيبي، بقفل وهات لي المفاتيح. ماشي يا عم، على مهلك. سلام. يا بت انا مش منبه عليك 30 مليون مره، لو جيت ما لقيتنيش في المحل ما تستنيش كده في وسط الزباين، وبعدين الساعه 11:30 دلوقتي ما روحتش ليه لغايه دلوقتي؟ انا جايه لك عشان نروح لولايه صاحبه الشقه ونربط معاه. ولا صاحبه الشقه شقه موضوع الشقه ده عايزين نستنى عليه شويه كده. عايده ويا شقه هتستنانا يا سيد؟ مش حكايه تستنانا، اصل كمان بصراحه موضوع كده ما كنتش عايز اكلمك فيه، بس مش عارف انا الشقه دي مش عاجباني. انت كنت طاير بيها تري يا حبيبي. ايوه الاول كنت طاير بيها، خلاص بقى قعدت مع نفسي فكرت لقيت البيت قديم، وبعدين يا بت احنا خلاص مصر دخلت في حزام الزلازل، الخوف بقى لا يجي زلزل صغير كده تقوم تقتل حزام تخبط في البيت توقعه. ما تخلينا في الجديد، اشوف لك شقه في عماره جديده تبقى زي الفل. خلينا في الجديد احسن. عايز هو احنا معانا الفلوس للجديد يا حبيبي؟ وبعدين لازم تفهم ان العماره مبنيه حجر وزي الحديد يا سيد، ممكن تيجي الزلزال تاخد العمارات الجديده دي كلها، مين عارف. انت كمان بصراحه ربنا المطبخ ضيق كده مش عاجبني، خانقني. وهو المطبخ اللي في بيتي ولا في بيتك اوسع من المطابخ دي يا سيد؟ ايوه مش حكايه، احنا بتكتب علينا نعيش في مطابخ اهالينا. عايز ارقيك يا بت، خلي عندك طموح، نعمل مطبخ كده بترابيزه واجيب لك فيه كشت الماشين وبعدين ثلاجه بروحين، لعب كده بقى، عايزين نلعب يا بت. بعدين كمان هي ما جاتش على حكايه المطبخ كمان، ده حاجه اوض وحشه قوي مش عجباني. لا يا سيد، ده احلى حاجه بقى في الشقه دي الاوض. يا بنت انت مش مديني فرصه اتكلم ليه؟ وانا بقول لك حاجه على الاوض ولا التقسيمه؟ انا مش بتكلم على كده، بتكلم الاوض كده كاشفه بعضيها، تحس كده ان اوض النوم مكشوفه على الصاله، وبعدين افرضي واحد صاحبي قاعد واخده بالك ضيف ولا بتاع، وانت ضاربه قميص لون احمر وداخله الحمام يجرحك بنظره، ومش عايزين احنا بنلم كده عشان لما يا بنت في مالك بتبصي لي كده ليه؟ انا اصلا مش فاهمه ايه اللي في دماغك بالظبط يا سيد. ايه مالها دماغي يا بت؟ في حاجه في الصبغه؟ الصبغه طلعت ولا حاجه؟ تطفي عليا انا؟ ده انا قرياك من ساعه ما دخلت من الباب. لو ساكته بتشاور عقلك ها؟ حنيت لايام السرمحه واللعب. طول في عقل بالك ايه؟ عليا ده كله جواز وشقه ومصاريف. ما انا مبسوط كده. مش كده يا سيد؟ لكن لا، انا اللي استاهل ضرب الجزمه. امنتك على نفسي وفتحت لك قلبي تقول بنت ترميه مش لاقيه اللي يتجوزها؟ فوق يا سيد فوق، مش انا اللي جبتك على ملا وشك من ذات الليالي وقلت لك اتجوزني ها؟ فوق يا سيد، ملعون ابو اللي تحبك على ابو تجوزك. طبعا شايفه اتنين بيتخانقوا على الشقه تقوم تغلي ويبقى مزاج، عشان احنا نغلي وسي سيد بتاعك يغلي. ما خلاص يا ميري، سيد سابها لنا وخرج. مش كفايه؟ مش كفايه؟ ايوه مش كفايه، لازم يروح للولايه ويقول لها انه غير رايه تماما في موضوع الشقه وانه مش عاوزها.